دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته في القمة العربية 28 في البحر الميت إلى حل سياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية، كما أكد على أن أخطر ما يواجه الأمة العربية هو التطرف والإرهاب. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة رئيس الدور الحالي للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام للدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجلالتكم والحكومة الشعب الأردني الشقيق لاستضافة هذه القمة، مشيدا بدقة الترتيب وحسن التنظيم، كما أتوجب الشكر الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وخمد الأخ الرئيس محمد أبو عبد العزيز على ما بدأته من جهود كبيرة خلال هذه القمة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجمع الدول العربية وكافة العاملين بالجانب الملك الحضور الكرام. يجب أن تشغلنا الأحداث الجسيمة تمر بها منطقتنا، تأكيدا للعالم على مركز القضية الفلسطينية لأمتنا والسعي لإيجاد حلها على أساس قرار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. أيها الأخوة، ما زال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتجريم، ما يتطلب لإيجاد حل سياسي يوني هذه المأساة ويحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفق الإعلان جنيف رقم واحد. مجمع قمة سلاما 2254. وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما ندعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية. فيما يخص ليبيا، نرى أن على الأخوة في ليبيا العمل على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب وصولا إلى حل سلمي ينهي هذه القضية. أيها الأخوة الحضور، من أخطر ما يواجهنا أمة العربية التطرف والإرهاب، الأمر الذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربته بكافة الوسائل. كما أن تدخلات الشؤون الخارجية في الشؤون الخارجية الداخلية للدول العربية تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. أيها الأخوة، تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبرى لقضية التنمية والتعاون الاقتصادي بين دول الدول العربية. من المهم تفعيل كافة القرارات لتهدف إلى تطوير تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. أيها الأخوة، إن إعادة هيكلة جامعة الدول العربية وإصلاحها وتطويرها أصبحت مسألة ضرورية ينبغي الإسراع في تحقيقها. وفي الختام، أرجو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الأمة العربية، وأن تكمل الأعمال قمتنا بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.